interrogé après le 7 octobre sur la pertinence de maintenir cette édition. Et je crois que la meilleure réponse, ben on l'a eu tout au long de ces 4 jours. Il est évident, plus que jamais nécessaire. اليوم تم اختتام يعني المنتدى الدولي لميدايس 2023. كانت فرصة لتدارس مجموعة من النقاط المرتبطة بالنظام الدولي، بعلاقة المغرب بالمنظومة الدولية، علاقة المغرب بالقارة الإفريقية، علاقة المغرب بالمتوسط، علاقة المغرب بجيوسياسية الأطلس. لاحظنا بأن هناك تملك لخبراء، لهؤلاء الخبراء الذين أتوا من 100 دولة، حوالي 250 خبير، يتملكون الإرهاصات الحقيقية للقارة الإفريقية، ويتملكون كذلك الدور الرائد الذي يقوم به جلالة الملك من أجل استقرار القارة الإفريقية وتنمية القارة الإفريقية. وبالتالي لاحظنا هذه الأمور في يعني المبادرة الملكية الأخيرة المرتبطة بالأطلسي، التي لها 3 أولويات استراتيجية، خاصة الربط الطاقي والبحري ما بين المغرب وكذلك الدول الإفريقية 23 المطلة على الأطلسي، وعلاقة هذه الدول الإفريقية في الانخراط في الأطلسي من أجل هوية جديدة للأطلسي تشمل الدول الإفريقية. من بين التوصيات كذلك هو الأمور التي تمت مناقشتها وتمت كذلك تدبيرها بشكل جيد، هو ما يقع الآن على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كذلك على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات ذلك على القارة الإفريقية، تأثيرات ذلك على مجموعة من العقائد الجيوسياسية المرتبطة بالمصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية. نتكلم عن المتوسط وكذلك نتكلم عن الأطلسي. وبالتالي اليوم هذا المنتدى سمح لمجموعة من الخبراء بالتعبير سياسي واضح على أهمية المغرب كمركز ثقل مثلث جيوستراتيجي مرتبط بالدول الغربية والدول الأوروبية وكذلك بالدول الإفريقية وبالدول العربية. زيادة على ذلك، وهذا شيء مهم جدا، بأن اليوم عندما سمعنا كلمة يعني السيد رئيس جمهورية جزر القمر السيد أزالاي، ثم كذلك وزير خارجية غامبيا، نستشعر بأن هناك رؤية تملك للدولة الإفريقية، على اعتبار أنا رئيس جمهورية جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي سيدي المحترم. وبالتالي اليوم نتكلم عن تقدير كبير من الدول الإفريقية للدور الذي يقوم به جلالة الملك على مستوى القارة الإفريقية، لا من حيث استباب الأمن والاستقرار ولا من حيث التنمية، على اعتبار أن المغرب هو ثاني دولة مستثمرة داخل القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، وأول دولة مستثمرة في دول غرب إفريقيا. وبالتالي اليوم هناك رؤية حكيمة لجلالة الملك تم تبنيها من جميع الخبراء، لا على مستوى القضية الفلسطينية كذلك. لاحظنا يعني كيف تفاعل مجموعة من الخبراء الدوليين بمبادرة من خلال الرسالة الملكية التي كانت في القمة العربية الاستثنائية، والدور الذي يقوم به جلالة الملك من أجل استباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الدور الكبير في القضية الفلسطينية. وبالتالي أعتقد بأن هذا المؤتمر يعني نجح بشكل كبير في خلق مجتمع خبراء جديد يسمح بالنقاش للمواضع وأولويات عالم الجنوب، العالم الجنوب الجديد المرتبط بالعقائد الجيوسياسية المؤسسة للجنوب الأطلسي الجديد. Et surtout l'occasion pour montrer le modèle marocain sous la conduite éclairée de Sa Majesté que Dieu l'assiste, un modèle disruptif où Sa Majesté change la donne dans plusieurs sujets, le social, le diplomatique, l'économique. Et je pense que notre pays mérite la reconnaissance et notre pays est celui qui éclaire les autres dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous sommes là d'abord pour ce témoignage et naturellement pour contribuer auprès de nos partenaires, notamment de l'Union africaine, à préserver les acquis de la paix et de la sérénité dans le monde. Merci. Et j'aimerais, en votre nom, mesdames, messieurs, mettre fin à cette 15e édition. Et je l'espère, vous donner rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour un monde plus apaisé, même si je suis un optimiste de nature, mais ayons confiance et encore une fois, faisons tous ensemble ce pari de l'intelligence collective. Je vous remercie.